قضية غزة ما بعد الحرب يقررها الشعب الفلسطيني وقيادته. أعتقد أنه نحن الآن أولوياتنا وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح مسارات إنسانية. أما فيما يتعلق بما بعد الحرب وقيادة غزة وإدارة غزة، أعتقد شعبنا في غزة يريد بحكومة تخدمه ولا تحكمه. وبرأيك هل من الممكن أن يستكمل هذا الاجتماع وهذا الاتفاق باتفاقات أخرى من أجل تثبيته؟ أتمنى ذلك، لأن التجربة السابقة كانت تجربة مرة بصراحة يعني. وأعتقد أنه يعني الحضن الدافئ المصري جرب كثيرا، ونتأمل من إخواتنا في القيادة أن بدون عودة على فلسطين يمر على إخواننا في مصر يستكمل التجربة، يحطوا آليات تنفيذ الاتفاق حتى يأتوا لغزة والضفة الفلسطينية ولديهم شيء يقدموه وليس ورقة مكتوبة في الصين. نعم، شكرا لك الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد المصري.